آراءكم كلها من هنا لحد ما نخلص إن شاء الله، ما عندناش أي مشكلة. حزب النور النهارده في منطقة غرب، اللي هي قائمة غرب، اللي هي البحيرة، اسكندرية، مرسى مطروح، بدأوا يشتروا الأصوات. أنا بقول لحضرتك، حضرتك تبقى عارف، بدأ يشتري الأصوات، وصل الصوت إلى 700 جنيه النهاردة. أنا بقول لك النهاردة حصل الكلام ده، البحيرة، اسكندرية، مرسى مطروح، واتفقوا مع الناس اللي وافقوا، هم عرضوا على الناس اللي وافق منهم، اتفقوا معاه يعمل ايه؟ انه خد منه البطاقة، اداله 700 جنيه وخد منه البطاقة، بكرة الصبح هنعدي عليك ناخدك بالعربيات. وانا قلت لكم من يومين الخطة بتاعتهم بتاعت العربيات، ياخدوا بالعربية يوديه اللجنة ويرجعه تاني، علم على القايمة او علم على الاسماء اللي انا هديها لك الى اخر ذلك. ده واحد، فاعرف انه مين بيشتري اصوات اهو، انا بقول لحضرتك اهو تبقى عارف مين بيشتري اصوات. ليه؟ هو عايز، بقول لحضرتك، ياخد البرلمان ده من 180 ل 200 مقعد، 180 ل 200 مقعد. 180 ل 200 معناها انه اي حاجه هو هيطلبها او هيعملها او هيعدلها في اي قوانين هتتعمل، معناها لو انا عايز الغي قوانين هلغيها، معناها لو انا عايز افرج عن سين من البشر داخل السجون يفرج عنه بالقانون، لو انا عايز اعدل امور معينه هعملها. انا بقول لحضراتكم تبقوا عارفين خطوره ده، لو انا ما نزلتش هياخد المقاعد دي، هياخدها وانت مستريح، ما تجيش حد ومحدش يجي بعد كده، احنا سلمنا زي ما انت سلمتها قبل كده، هو حضرتك اللي سلمت البلد. وافتكر بقى اما تقول لي ننزل، تنزل تاني ايه؟ هي الناس دي بتمشي بسهوله؟ ما الناس دي عشان تمشي مشيت ازاي؟ مشيت بالدم، مشيت بالدم، في دماء روت هذا الوطن، دماء زكيه لشهدائنا الابرار من الجيش والشرطه والمواطنين المدنيين المحترمين، ما مشوش كده. ما تقوليش ان انا هنزل تاني، هتنزل تاني في ناس هتتقتل، واحنا ناقصين كل شويه نقعد بقى في حاله القتل والاقتتال واللي هنا، لا كفايه الموضوع عشان الصوت. طب ما تنزل وتريح نفسك، يعني انزل واشتري دماغك بقى، حد ينزل تاني ولا يتقتل تاني ونخلص القصه دي بنزولنا احنا من بيوتنا النهارده، كل واحد ينزل من بيته. عندك ايه اهم من بلدك؟ يعني النهارده ايه الاهم من مصر؟ ايه هو؟ ما هو كلام عن مصر، بتحب مصر؟ بتحب مصر ازاي؟ مش كلام والله، لا عمل وفعل. اللي بيحب بلده بجد، اللي عايز بلده بجد، اللي عايز مستقبل بلده بجد، اللي عايز الارهاب ده ينتهي بجد، اللي عايز ان احنا لا حكم ديني فاشي ظلامي قاتل مو يرجع لنا تاني، ينزل لو سمحت. اللي مش عايز الناس دي ينزل، انما اللي عايز الناس دي خلاص اتفضل حضرتك. اللي عايز طابور خامس اتفضل حضرتك، اقعد في البيت. إذا عايزهم يحتلوا البرلمان تاني ويعمل القانون الأسوأ من اللي أنت تتبناها